أهلا بكم من جديد. أجرى المنتخب السعودي تدريباته في يومه السادس في استراليا وأنهى يومه بجولة حرة. لطفي الزعبي يقدم الأخضر في سادس الأيام. إنه يوم مميز في تاريخ المنتخبات الآسيوية، الأخضر السعودي واحد منها على أرض الكنغري الأسترالي يتواجدون آخر يوم في العام 2014 وأول أيام العام الجديد. نسي لاعب الأخضر نتيجة المباراة الإعدادية الأولى أول الأمس، بدأنا بيوم جديد. كيف كان؟ استاد سيموند ستاديوم بمدينة سيرف كوست، الساعة 9 صباحا بتوقيت المدينة الأسترالية، 3 فجرا بتوقيت الرياض. بدأ التمرين هناك بقيادة الرجل الروماني أولاريو كوزمان المدرب المؤقت. تحدث نظريا عن لقاء أول الأمس، الأخطاء، المعوقات، الواجبات، من التزم ومن لم يلتزم. طلب اللاعبين بنسيان ما حصل، لقد كانت مباراة تدريبية، الجد وقت الجد، سنتعلم من أخطائنا. هيا بنا انتهى الكلام لنبدأ بتمارين الإحماء وفك العضلات والتهيئة لأعلى شدة حمل ممكنة. التدريبات لم تخلو من التمارين الإعدادية والمهارية باستخدام الكرات وتكتيكات خاصة. استمر التمرين على مدى ساعة ونصف الساعة. الرجل الروماني هذا يطمح بالكثير، يطمح بنجاح تلو آخر، لما لا، فمن حقه. لكن الحصة الصباحية شهدت أخبارا غير سارة. لقد تعرض إبراهيم غالب ومعتز الموسى للإصابة، لم تتواتر الأخبار عن مدى خطورة إصابتهما. كلهم بذلوا جهودا كبيرة. انتهى الوقت المخصص، نتوقف هنا، نحن في آخر أيام العام، جولة جديدة لابد أن تبدأ بعد قليل. لينطلق بعدها نجوم الأخضر في رحلة ترفيهية لمدينة ملبورن على بعد 82 كيلومترا عن إقامة المنتخب. عبدالله صديري معه مدرب اللياقة وحسن معاذ سعيد المولد يتناقشون ويتباحثون. هذا هساوي وذلك غالب، الكل أجرى الاتصالات وأتم الترتيبات عبر الخلويات، كل وسائل التواصل الاجتماعي استخدمت، ولم يستغني أحد عن الشبكات المحلية السعودية، غادروا بيمن وسلام. فيما ينتظر هنا يحيى الشهري، معه سلمان الفرج، على اليسار الحارس الطويل وليد عبد الله. انطلق الأخضر عبر حافلة خاصة إلى شوارع ملبورن، حيث هناك ثاني بلد في العالم يستقبل العام الجديد. في أستراليا استقبل الملايين العام 2015 باستعراض ضخم للألعاب النارية، وهو الذي يقام سنويا في ميناء سيدني. شهد الاستعراض أكثر من 1,600,000 شخص على ضفتي الميناء، واستخدمت أكثر من 10,000 لعبة نارية جوية و25,000 طلقة. لطف الزعبي، العربية. اللاعبون السعوديون يعانون من حالة إرهاق، لهذا فضلت أن أراعي ذلك خوفا من التعرض للإصابات بين الصفوف. مباراة البحرين والسعودية كانت مقررة ضمن البرنامج الإعدادي للفريق، لذا كان لابد من خوضها. ليس من السهل الحكم على نتيجة هذا اللقاء في ظل الظروف الصعبة والسيئة التي يواجهها الفريق حاليا. اللاعبون ارتكبوا أخطاء كثيرة، منها ركلتي الجزاء، وهذا يعكس ضعف اللياقة البدنية لديهم. على اللاعبين أن يستفيدوا من التجربة وأن يظهروا بشكل مختلف في المباراة القادمة. لقاء البحرين الودي كان درسا مفيدا رغم الإرهاق، فرصة اللعب متاحة للجميع، على كل لاعب أن يثبت بأنه أهل للمركز الذي يلعب فيه، وبالنهاية فإن 11 لاعبا سيدخلون المباراة يوم البطولة. لدي ثقة في الجميع، الإقامة هنا في أستراليا ستساعد على تحسين أداء اللاعبين وسيكون استعدادهم أفضل. ويلتحق بنا من أستراليا نايف الثقيل مراسل العربية. نايف،
تسمعني، أهلا بك معنا. نايف، كيف هي بعثة الأخضر في استراليا اليوم من كل النواحي؟ أهلا بالتال. طبعا بالأمس يعني بدأ اليوم بتدريب صباحي. بعد التدريب كان هناك اجتماع بين السيد كوزمين واللاعبين. بعدها بدأت الجولة الحرة من الساعة الثانية ظهرا تقريبا حتى العاشرة مساء. نعم. طبعا كانت الحفية مفتوحة للاعبين، من يريد أن يرافق البعثة بالحافلة أو يريد أن يستقل سيارة خاصة، المهم أن يتواجد جميع اللاعبين تقريبا الساعة العاشرة مساء في مقر الفندق. طبعا إبراهيم غالب لم يجد وقت للذهاب للفترة الحرة لأنه كان مرتبط بموعد كشف طبي بالأشعة في أحد المستشفيات القريبة من سكن الفندق على موضع إصابته. بحسب ما أكد طبيب المنتخب أن اللاعب سقط على يده التي يعاني من إصابة سابقة، وكان الجهاز الطبي يخشى أن الكسر تضاعف، لذلك يعني أجرى أشعة، لكن الحمد لله يعني النتائج مطمئنة. طبعا بدأت بالتالي يعني أزمة الإصابات التي كان يعني يخشى منها كوزمين. أول ضحايا الإصابات معتز الموسى، هناك شكوك حول يعني تعرض لبعض أشبه بالتمزق في العضلات جفاء الإجهاد، تم يعني حجز موعد له في أحد المستشفيات وخضع لكشف طبي. اليوم يعني بعد يعني تقريبا ساعة أو ساعتين ستظهر النتائج، وعلى ضوءها يتحدد هل يسمح له بالمشاركة أو يتم يعني إراحته عن التدريبات اليومين المقبلين. جميل. طيب فيما يخص إصابة غالب، إيش كانت غالب النتائج؟ يعني حسب ما أكد لي الدكتور جمال الخليفة أنه الإصابة لم تتضاعف، لكن يعني تم وضع جبهة حديدية يعني مختلفة عن السابق للعب. بدلوا له الجبيرة. اي نعم. اي طيب بالنسبه للمعتز، يعني فيه قلق منه انه ما يكمل المعسكر مثلا، او ليس هناك قلق؟ لا بالتالي بحسب لا هناك قلق طبعا، هم يخشون ان اللاعب يشارك في التمارين فيتسبب له تمزق ويضطرون للابعاد، لذلك بادروا بالكشف الطبي عليه مبكرا يعني. أيه. النتيجة اليوم تحدد، لكن يعني الحمد لله إن شاء الله إنه ما تصل إلى هالمرحلة، لأنه لو في يعني بوادر سيتم يعني إراحة اللاعب عن التمارين يعني يومين أو ثلاثة. جميل. طيب نايف، فيما يخص المدرب كوزمين كيف قضى الفترة الحرة؟ رافق اللاعبين ولا قرأت خبر على إحدى الصحف إنه هو التحقت به عائلته اليوم في أستراليا، ولا خبر غير صحيح؟ بالتالي أنا كنت متواجد في فندق المنتخب، يعني لم أشاهد عائلة كوزمين يعني. أي ممكن نلتحق الفترة المسائية، لكن سأتأكد من هذه المعلومة إن شاء الله اليوم. طيب مش لا هي كوزمين مش هو مش يعني خبر مهم، بس إنه إحنا الآن نتكلم إنه كيف قضى الفترة الحرة، إذا كانت عائلته جت أكيد قضاها معه. لا أنا أي أوكي بس أنا كنت أنت سألتني عن معلومة، فأنا ما أبي يعني حتى ما أبي أكذب الصحيفة وأنا ما عندي معلومة أكيدة. بس فيما يخص كوزمين، بالتال كوزمين يعني وضع مختلف جدا في معسكر المنتخب، هو أقل شخص ينام في المعسكر، طول اليوم اجتماعات، إذا ما عنده اجتماع يتابع مباريات سابقة للمنتخب للأندية، حتى اليوم في الفترة الحرة ما رافق اللاعبين من بدايتها يعني كان حتى ألزم الجهاز الفني المساعد له أن يبقون في الفندق يعقدوا بعض الاجتماعات. جميل. ويعني استقل سيارة خاصة بعد تقريبا مضي 3 أو 4 ساعات من جميل. الجولة الحرة يعني. جميل. طيب نايف، أنت صديقك كوزمين من أيام كان في الهلال، صاحبك القريب منك مرة، أنت كيف شايف مزاجه؟ تحسه متفائل ولا منزعج؟ لا بالتالي هو ممكن كوزمين يمكن يتشائم مني شوي، لاني انا سويت معه مقابله قبل اقالته باسبوع. لا مش مشكله الاقاله، هو ما هو عارف انه بعد شهر حيرجع اكيد. لا نتكلم عن مزاجه، يعني تشوف انه منزعج ولا متفائل؟ لا بالتالي كوزمين يعني هو يعرف انه اللاعب السعودي يهم الجانب النفسي، فكوزمين يعني يتعامل مع اللاعبين بشكل مختلف جدا، يعني حتى اثناء التدريبات انا اللي احضرها لما يخطي لاعب في اداء بعض التكتيك ما يعاتب اللاعب او
كل يعني جميع العبارات اللي استخدمها تحفيزية. في الباص يجلس في المكان الخلفي إذا كان هناك ممازحة يشارك في المبازحة. نعم. يستخدم بعض الكلمات العربية التي يعني يحفظها. في الممرات الفندق دائما يمازح اللاعبين طوال الوقت يعني. يعني غير جدي نهائيا كوزمين لأنه يعلم أن هذه الأمور طبعا تحفز اللاعب السعودي وهو يعتمد على هذه الأشياء نوعا ما. جميل. خلنا نقول ما نقول غير جدي, نقول أنه يكثر من اللاعبين بحميمية وصداقة أكثر. شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسل العربية أو مفدها إلى معسكر المنتخب السعودي في أستراليا. شكرا جزيلا. الهدف السهلاوي والقائد كريري يتحدثان عن كوزمين وعن الأخضر في أستراليا. لنا مراحل يعني المرحلة هذه بتنتهي بعد كم يوم في مباراة ودية وبعدها في مرحلة ثانية مدينة ثانية, فأكيد احنا جايين إن شاء الله يعني مستعدين يعني راح نقدم كل شيء يعني يدق فينا كمنتخب سعودي وتكون نحاول يعني نساعد المدرب بشكل كبير في تقديم صورة جيدة عن المنتخب السعودي. كابتن كيف شايف يعني تجاوزكم لفارق التوقيت أيضا يعني كمجموعة جديدة مع مدافع جديد؟ طبعا أكيد فارق التوقيت يعني يمكن الكم يوم هذه اللي في البداية إن شاء الله بعد كذا راح نتجاوزها يعني ونحاول نعديها ونحاول نتساعد بشكل كبير بيننا وبين بعض نقدم شيء يليق فينا يعني. والمدرب أكيد مدرب جديد بس له خبرته في الدوري السعودي يعني يمكن يعرف مطلع على أغلب لاعبين يمكن في لاعبين دربهم فترة ماضية, فاحنا يعني اجتمعنا واتفقنا انه يعني نساعد بعض ونكون عائله واحده. مرحله مهمه الان فتره اعداد قصيره, مدرب يعتبر جديد على المنتخب بس مو جديد على الكره السعوديه, مرحله مهمه وان شاء الله نكون احنا جاهزين لها. احنا جايين هنا مو بالنزهه, نتكلم معك بجد احنا جايين عازمين وكل العزم ان شاء الله ننافس على البطوله. كابتن كيف شايف اجتماعكم امس مع المدرب؟ بالعكس يعني اجتماع بالعكس كان إيجابي وبالعكس المدرب يعني كان يتكلم بكل وضوح, يتكلم على المرحلة السابقة وقاعد يشتغل على السلبيات اللي مضت إن شاء الله تحول كلها لإيجابيات. في نفس الوقت لما تعرف شخصية المدرب كوزمين دائما قريب من اللاعبين وصديق للاعبين. سعود أمس المدرب يعني أجرى تدريبات خاصة للدفاع, كيف كقائد الفريق كيف شايف تقبل اللاعبين لها يعني؟ بالعكس يعني احنا كلاعبين متقبلين كل شيء, وتدريبات امس كانت هي جميع الخطوط يعني كيف التمركز كيف الوقوف على اساس يكون في عندنا منهجيه واضحه داخل الملعب, كل لاعب ينزل الملعب يعرف ايش المطلوب منه, وهذا الشغل يعني زي ما تعرف ما نحتاج شغل لياقي, اللعيبه كلهم جاهزين لياقيا, نحتاج بس شغل داخل الملعب. ما في شك فعلا المرحله انتقاليه على صعيد الجهاز الفني بالنسبه لنا, وايضا الوقت قصير وتكلمنا في هذا الموضوع كثير وكلامنا كان احتياجات الجهاز الفني بانه عمليه التدريبات وايصال ما يريد المدرب من اللاعبين داخل الملعب يحتاج عمل ليس فقط بالكلام او بالشرح خارج الملعب. عموما يعني الحمد لله اللاعبين ايضا يعني حتى وإن كانوا مجهدين ولكن طبعا احنا خلاص الآن وصلنا إلى أستراليا نحاول إن شاء الله مع الجهاز الفني وأيضا الطبي وأيضا مساعدة اللاعبين بالتقلب على هذه المعضلة, والأهم هو يعني أيضا مضاعفة الجهد من اللاعبين لمساعدة الجهاز الفني في إيصال ما يريد المدرب منهم لتجهيز المنتخب بصورة جيدة إن شاء الله.
كابتن، فيما يخص البرنامج، يعني نعلم جميعا أن البرنامج قبل الاتفاق مع المدرب تم إقراره قبل اتفاق المدرب، هل هناك بعض التعديلات من السيد كوزمين؟ يعني هو كان الحرص وكان المطلب الأساسي في 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 أيام نحصل عليها في 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 المملكة العربية السعودية وإجراء بعض التدريبات والاختبارات الطبية، كان هدف أساسي لكسب الوقت واختصار الضغط بعض التمارين ممكن اللي تكون هنا يعني، ولكن باقي الأمور كبرنامج ما راح يتغير فيها شيء، لأن احنا مرتبطين ارتباط بملاعب وبفنادق وبمباريات، فهذا من الصعب ان انت تغيره، والحمد لله بنتأقلم عليه ان شاء الله، وزي ما قلت لك جهاز إداري وطبي وايضا لاعبين سنساعد الجهاز الفني في ان احنا يعني نضاعف مجهوداتنا لتذليل الصعاب. أخيرا نتابع بعدها، أستراليا تبحث عن اللقب الأول في تاريخها في أول بطولة آسيوية تلعب خارج القارة.